السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزاتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. وهذا الفيديو إن شاء الله غادي يخص فرض من فروض المراقبة المستمرة، المرحلة الثالثة، المستوى الخامس ابتدائي، الدورة الثانية من الموسم الدراسي 2021-2022. مرحبا بكل متتبع جديد عاد انضم للقناة ديالي، أرحب بك وأدعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى يوصلك جميع الفيديوهات اللي كنقدم. والمتتبعين الأوفياء اللي دائما مساندين القناة كنرحب بكم مجددا، وأدعوكم لمشاركة الفيديوهات مع الأصدقاء والصديقات ديالكم باش تعم الفائدة ويستفدوا أكبر عدد من المتتبعين والمتتبعات إن شاء الله. إذن فروض المرحلة الثالثة الخامس ابتدائي، مادة الاجتماعيات. إذن مادة الاجتماعيات بالنسبة للسنة الدراسية 2021-2022. إذن مرحبا بالجميع، ودابا غادي نبداو على بركة الله الإنجاز ديال الأنشطة اللي عندنا هنايا. عندي أنشطة كتتعلق بالمجالات بثلاثة ديال الاجتماعيات: التاريخ، جغرافيا، والتربية المدنية. نبدأ بالتاريخ، تاريخ 10 ديال النقط. السؤال الأول: أرتب الدول حسب تعاقبها على حكم المغرب. إذا كما كنعرفوا بأن المغرب تعاقب على حكمه مجموعة من الدول. نبدأ أولا بالدولة الإدريسية. الدولة الإدريسية هي أول دولة حكمت المغرب. إذا واحد، ثم ماذا أيضا؟ ثم كتجي في المرتبة الثانية الدولة المرابطية، ثم الدولة الموحدية، ثم الدولة المرينية في المرتبة الأخيرة. صافي. إذا أول دولة هي الدولة الإدريسية، ثم الدولة المرابطية، ثم الدولة الموحدية، ثم الدولة المرينية. السؤال الثاني، انتبهوا معي، عندي أجب بصحيح أو خطأ. إذا غنجاوبوا إما صحيح إما خطأ. محمد بن تومرت مؤسس الدولة الموحدية. إذا شكون أسس الدولة الموحدية؟ هو هذا السيد هذا اللي مسمي محمد بن تومرت. صحيح، نعم صحيح، عبارة صحيحة. شيد المارينيون صومعة الكتبية بمراكش. إذا واش فعلا المارينيون هم من شيدوا صومعة الكتبية بمراكش؟ خطأ. إذا شكون اللي شيد صومعة الكتبية؟ هما الموحدين. شيد الموحدون مدرسة العطارين بفاس. إذا هي عبارة خاطئة، ماشي الموحدون اللي شيدوا مدرسة العطارين بفاس. صافي. إذا محمد بن تومرت هو مؤسس الدولة الموحدية، صحيح. شيد المارينيون صومعة الكتبية بمراكش، خطأ. شيد الموحدون مدرسة العطارين بفاس، خطأ. ندوزو للنشاط أو للسؤال الثالث، انتبهوا معي دايما. أصنف المنشآت التالية حسب الجدول. إذا عندي منشآت هنايا، غادي نصنفهم إلى الدولة الموحدية والدولة المارينية. يعني شكون هما هاد المنشآت اللي دارتهم الدولة المارينية، وشكون هما المنشآت اللي دارتهم الدولة الموحدية. صافي. نبداو بصومعات الكتبية. صومعات الكتبية درتها الموحدية، يعني الدولة الموحدية. إذا صومعات الكتبية. صافي. الكتبية، صومعات الكتبية. مدرسة العطارين، مدرسة العطارين الدولة المارينية. صافي. مدرسة العطارين، صافي. العطارين. مأذنة الخير لدى، مأذنة خير لدى كاينة فين؟ في الدولة الموحدية. الدولة الموحدية هي اللي نشأت مأذنة الخير لدى. نعم. مدرسة البوعنانية عندنا هنايا، مدرسة البوعنانية. صومعة حسان هنا، حسان بالنسبة للموحدية. المدرسة المصباحية أسست من طرف الدولة المارينية، المدرسة المصباحية. إذا صومعات الكتبية، مأذنة الخير لدى، صومعة حسان، هما منشآت تابعة للدولة الموحدية. بالنسبة لمدرسة العطارين، المدرسة البوعنانية، المدرسة المصباحية، هما منشآت تابعة للدولة المارينية. ندوزو الآن للجغرافيا. صافي. المجال الثاني في الاجتماعيات الجغرافية. السؤال الأول: أصل كل عبارة بالإجابة المناسبة لها. لأن كل عبارة، عندي عبارة هنايا كثافة سكانية مرتفعة، وهنا كثافة سكانية منخفضة. إذا هنغربطو المناخ بالكثافة السكانية. إذا حنا كنعرفو بأنه كل ما كان المناخ مزيان، يعني تما كتكون الكثافة السكانية مزيانة. صافي. يعني كتكون كاينة الناس تما ساكنين، ولكن واحد الجو اللي هو صعيب ما كيقدروش يعيشوا فيه الناس، وبالتالي ما كتكونش فيه كثافة سكانية. مثلا مناخ صحراوي جاف. إذا المناخ الصحراوي الجاف كتكون الكثافة السكانية مالها منخفضة. صافي. كثافة سكانية منخفضة. بالنسبة للمناخ معتدل، عندما يكون المناخ معتدل كتكون عندنا كثافة سكانية مرتفعة. مزيان. تضاريس منبسطة كذلك كثافة سكانية مرتفعة. جبال عالية
كثافة سكانية منخفضة. صافي. السؤال الثاني، ضع سطرا تحت أكبر ميناء في المغرب. هو إذا أكبر ميناء في المغرب شكون هو؟ إذا بطبيعة الحال أكبر ميناء هو ميناء طنجة، وكيتسمى ميناء طنجة المتوسط. صافي، ميناء طنجة المتوسط. دابا نقلبوا الصفحة ونكملوا الأنشطة اللي عندنا هنايا. إذا أقرأ النص ثم أجيب، حنا دائما دائما في الجغرافيا. صافي، أقرأ النص ثم أجيب على الأسئلة. يزخر المغرب بالعديد من المؤهلات السياحية الطبيعية التي تجعله قبلة للسياح. قد استقبل المغرب 13 مليون سائح بنهاية عام 2019، وتشكل السياحة مصدرا هاما للعملة الصعبة، وتساهم كذلك في توفير مناصب الشغل 750 ألف فرصة عمل، وتطوير قطاع البناء ودعم الصناعة التقليدية. إذا هذا النص هذا كيهضرنا على المؤهلات السياحية الطبيعية اللي كيزخر بها المغرب، واللي كتجعله قبلة للسياح. وعطونا في هذا النص واحد الإحصائية كتقول بأن 13 مليون سائح كانوا في المغرب في عام 2019، وكتشكل السياحة مصدرا هاما للعملة الصعبة. يعني السياحة منين كتكون السياح، السياح كاين في المغرب كيخسروا فلوس، والمغرب كيدخل يعني الفلوس والعملة الصعبة، وتساهم كذلك في توفير مناصب الشغل. إذا داك السياحة كيوفروا مناصب الشغل، بحيث مثلا كيكونوا المطاعم بزاف، كيكونوا مثلا لي باركينغ بزاف، دونك كيكونوا بزاف ديال الشباب خدامين، يعني كتوفر لهم واحد فرصة للعمل. وتطوير قطاع البناء ودعم الصناعة التقليدية، لأن الصناعة التقليدية كيهتموا بها السياح، وبالتالي يعني كتعطى لها قيمة منين كيكون عندنا السياح في المغرب. سؤال أربعة، اذكر بعض المؤهلات السياحية التي يتوفر عليها المغرب. شنو هما المؤهلات السياحية اللي كيتوفر عليها المغرب؟ إذا عندنا بزاف ديال المؤهلات السياحية، ومن بينها بأن المغرب يتواجد في موقع جغرافي استراتيجي. إذا موقع جغرافي استراتيجي. إذا حنايا المغاربة أو المغرب كجغرافيا هو في موقع جغرافي استراتيجي. صافي. ماذا أيضا؟ عندنا مناظر جذابة، يعني عندنا في المغرب مناظر جذابة. صافي، مزيان. ثم ماذا أيضا؟ ثم عندنا تضاريس متنوعة. عندنا الجبال، الهضاب، السهول إلى غير ذلك من جبال وسهول. إذا هذه هي المؤهلات السياحية اللي كتخلي الناس كيعجبهم يجوا للمغرب. صافي، عندنا مناظر خلابة، عندنا مناظر جذابة، احنا موقع استراتيجي جغرافي، يعني فيه عندنا مؤهلات كذلك طبيعية هي اللي كتخلي السياح انهم يجوا للمغرب. دوزو السؤال الموالي، كيف تساهم السياحة في التنمية الاقتصادية بالمغرب؟ كيفاش هاد السياحة كتساهم في التنمية الاقتصادية، تنمي الاقتصاد؟ لأن من خلال النص ديال الانطلاق هنايا، السياحة كتوفر لنا مناصب الشغل، كتطور لنا قطاع البناء، كذلك تصبح مصدرا للعملة الصعبة. إذا مجموعة من الأمور التي تنمي الاقتصاد بالمغرب. إذا أولا نديرو مثلا توفير مناصب الشغل. هذا إذا عندنا تطوير قطاع البناء، دعم الصناعة التقليدية، توفر العملة الصعبة، يعني كتدخل المغرب بالعملة الصعبة. إذا هادو هما الأمور اللي كتنمي بهم السياحة الاقتصاد. صافي، الاقتصاد المغربي. دابا غندوزو للتربية المدنية، وهو المجال الأخير في الاجتماعيات. التربية المدنية كذلك عليها 10 ديال النقاط. عندي واحد التمرين هنا بسيط. إذا نضع الكلمات أو الجمل في مكانها المناسب في الجدول. هنا عندي جدول مكون من خمس، يعني خمسة لي كولون. أختار التدخين، أحمي نفسي من التدخين، أختار الإنترنت، مزايا الانترنت، قواعد الانترنت الامن، يعني الانترنت الامن كيفاش كيكون. لا انشر معلوماتي الشخصيه. دم لا انشر معلوماتي الشخصيه هي من قواعد الانترنت الامن. لا انشر معلوماتي الشخصيه على مواقع التواصل الاجتماعي. صافي. نعم. امراض سرطانيه هي من اخطار التدخين. امراض سرطانية. صح.
اختاروا كلمة مرور صعبة. اختار كلمة مرور صعبة هي من قواعد الانترنت الآمن. اختاروا، كندير واحد الكلمة المرور اللي هي صعيبة باش ما يخترقوا ليش الحساب ديالي. اختاروا كلمة مرور صعبة، صافي. اقول لا لمن يقدم لي سيجارة. اللي كيقدم لي سيجارة كنقول له لا، دونك هذه باش نحمي راسي من التدخين. اذا احمي نفسي من التدخين. اقول لا لمن يقدم لي سيجارة. سيجارة. تعزيز المكتسبات. تعزيز المكتسبات من بين المزايا ديال الانترنت، لانه انا الا سخرت الانترنت في الحوايج زوينه غادي تزيد من المكتسبات ديالي. يعني غادي نولي نبحث على قنوات في اليوتيوب باش نزيد نفهم بعض الدروس، نمشي للانترنيت وجوجل نبحث على مجموعه من المواضيع اللي غادي يهموني، ندير لو بروجي دو كلاس ديالي اتسيتيرا اتسيتيرا. اذا تعزيز المكتسبات. تحقيق التواصل والتفاعل. نعم، اذا تحقيق التواصل والتفاعل. إذا بفضل الإنترنت يمكن التواصل والتفاعل. والتفاعل. التدخين السلبي. التدخين السلبي هو من أخطار التدخين. التدخين السلبي، صافي. التدخين ماذا؟ السلبي، صافي. أستنشق هواء نقيا في الغابة. إذا أحمي نفسي. أستنشق هواء نقيا في الغابة. هادو هما حويجات كيمكنوني باش نحمي راسي من التدخين. نعم. بقات لي تبعية، قال لي التراجع الدراسي. إذن عندي التراجع الدراسي ومن أخطار الإنترنت، لأنه إلا دمنت على الإنترنت وليت مدمن بقيت دائما كندخل الإنترنت وندخل ندخل ندخل ندخل، خصوصا نشاهد مثلا الأفلام مباريات اتسيتيرا اتسيتيرا، غيتراجع المستوى الدراسي ديالي طبيعة الحال. وكذلك التبعية. تبعية يعني شنو المعنى ديال التبعية؟ يعني اختار الانترنت مثلا شفت شي لاعب ديال الكرة، ولا شفت شي ممثل مثلا داير شي تحسينة ماشي هي هذيك، انا نمشي نديرها. شفت واحد مثلا لابس سروال مقطع ولا لابس شي شورت ماشي هو هذاك، انا نمشي نلبسه. دونك هذه هي التبعية، وهي من بين الاخطار اللي هي كبيرة ديال الانترنت، صافي. اذا من اخطار التدخين عندنا امراض سرطانيه والتدخين السلبي. احمي، كيف احمي نفسي من التدخين؟ اقول لا لمن يقدم لي سيجاره، واستنشق هواء نقيا في الغابه. اخطار الانترنت، التراجع الدراسي والتبعيه. مزايا الانترنت، تعزيز المكتسبات وتحقيق التواصل والتفاعل. بالنسبه لقواعد الانترنت الامن، لا انشر معلوماتي الشخصيه، واختار كلمه مرور صعبه. وبهذا غادي نكون كملت لافيديو ديال اليوم. كنتمنى انكم تزيدوا دعموا قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري باش نزيد لقدام ونزيد ندير لكم مجموعه من الفروض ومجموعه من الدروس اللي غادي تستافدوا منها ان شاء الله. كنتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. كان معكم الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.